كبرى أفاعي الأرض تجوب الأمازون، وقد حدث والتهمت الماعز والغزلان وحتى التماسيح. لكن ما الذي سيحدث إن حاولت أناكوندا التهامك؟ هل يمكن لأفعى أناكوندا أن تلتهم إنساناً حقاً؟ وكم ستدوم رحلتك عبر جسد هذه الأفعى؟ وهل حدث أمر كهذا من قبل؟ صدق أو لا تصدق، في عام 2014 كان هنالك من هو متهور بما فيه الكفاية ليجرب ذلك، وكان يرتدي بدلة صلبة كبيرة مغطاة بدم خنزير، وقد عملت الأناكوندا لساعة تقريبا على إحكام إغلاق فمها حول رأس البدلة، ولكنها لم تنجح في النهاية في ابتلاع الإنسان كليا. ولو كان ذلك ناجحا، كيف يمكن لأناكوندا أن تكون قادرة على التهام حجم بالغ الكبر؟ إذن لنفترض أنك كنت تتجول في غابات الأمازون المطيرة وصادفت واحدة من أفاعي الأناكوندا العملاقة هذه. وللعلم تنمو الأناكوندا الخضراء ليصل طولها حتى 9 أمتار، ويمكن أن يصل وزنها إلى 225 كيلوغرام، وقد تعتقد أنك تشكل وجبة سائغة لهذه الأفاعي، على اعتبار أن وجبة أناكوندا صغيرة يبلغ وزنها 18 كيلوغرام. وإن حدث والتهمتك ستبقى متخمة لأسابيع. لكن وجبة تزن أكثر من 45 كيلوغرام مثلك لن تكون محط اهتمام الأناكوندا، فهل هذا عائد لكتلتك؟ ناهيك عن أنك أعرض وأطول من معظم الحيوانات التي تلتهمها، ستستغرق عملية هضمك زمنا طويلا جدا، وهذا سيوقف الأناكوندا عن الافتراس لأسابيع إن لم يكن أشهر حتى تنتهي عملية هضمك. لكن لنقل أنها تريد التهامك فعلا، فما الذي سيحدث بعد ذلك؟ حسنا، قبل أن تبتلعك الأناكوندا ستقتلك في البداية، وتعد الأناكوندا من الأفاعي العاصرة، وهي تقتل عبر لف جسمها حول فريستها لتعمل على سحقها بسرعة حتى الموت، مستخدمة قوة ضغط تصل حتى 9000 باوند، وستكون تلك نهاية سريعة لك نوعا ما. لكننا نعلم أن العرض لا يسير على هذه الشاكلة، لذلك لنفترض أنك بقيت حيا بعد عملية العصر هذه، ليقدر لنا مشاهدة العملية برمتها. ستعمل الأناكوندا بعد ذلك على فتح فكيها على اتساعهما لتبتلعك بالكامل، ولا يجدر بك القلق حيال مضغها إياك بأسنانها الصغيرة، فكل ما لديها هو أنياب تستخدمها لتثبيت فريستها. ولحسن الحظ وخلافا لغيرها من الأفاعي، الأناكوندا ليست أفعى سامة، لذا لن تسممك أنيابها حتى الشلل، ولكن ما ستتعثر به وبكثرة في فم الأناكوندا هو الكثير من اللعاب، وهو سيستخدم لجعلك رطبا، وبذلك يسهل على الأناكوندا تمريرك عبر حنجرتها. والآن أصبحت تتحرك عبر مريء الأناكوندا، وكما هو الحال مع العديد من الحيوانات الأخرى، ستدفعك عضلات المريء نحو الأسفل إلى أعماق جسر الأناكوندا. وللأناكوندا القدرة أيضا على الحركة ولي ضلوعها لتحطمك أكثر، دافعة إياك نحو معدتها. والآن لقد أصبحت في معدة الأناكوندا، وهنا لا تقلق، لازلنا نفترض بقاءك حيا لنعمل على منح السيناريو حس الدعابة. تنتج معدة الأناكوندا حمضا قويا جدا وأنزيمات معدية ستعمل على حل جلدك وبعد ذلك عظامك. أما عن سرعة عمل هذه الأحماض، فنخبرك أن إذابة جلد قاطور التهمته أناكوندا استغرقت 3 أيام فقط، أي أن جلدك الإسفنجي اللحمي سيختفي بسرعة، وسينال جسدك المزيد من الخراب أثناء حركتك عبر أمعاء الأفعى الصغيرة، وهذا عائد لإفراز الكبد والبنكرياس إنزيمات أقوى من إنزيمات المعدة. عند هذه النقطة سيكون كل جسدك بما فيه الأظافر والشعر قد تم هضمه، وحتى لو كنت ترتدي بزة سحرية تحميك من الحموض وغيرها، سيتطلب الأمر 2 أسبوع قبل أن تطرحك الأفعى مع فضلاتها، وعلى الأرجح ستتضور جوعا خلالهما. وعلى الرغم من أن أمرا كهذا بعيد الحدوث إلى درجة كبيرة، ما عليك سوى أن تترك الأناكوندا وشأنها، فبعد كل شيء لا تعد حضرتك محط اهتمام غذائي لها، فأنت كبير جدا، وكل ما تفعله الأناكوندا غالبا
هو محاولتها الدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى أن محاولة العبث مع مثل هذه الكائنات ستكلفك حياتك على الفور. للمزيد من المتعة شاهدوا هذا الفيديو. ماذا لو لدغت أفعى أفعى أخرى؟ على الأرجح الجميع يعلم ماذا سيحدث لو لدغت أفعى سامة إنسان. الكثير من الناس سمعوا عن العواقب البغيضة لهذا، لكن ماذا يحدث إذا لدغت أفعى سامة أفعى أخرى؟ طبقاً للبيانات الرسمية، نادراً ما تهاجم الثعابين بعضها البعض، وأحياناً تحدث العضات بطريق الخطأ أثناء الصيد. عندما تلدغ أفعى عن طريق الخطأ، أفعى أخرى توجد بالقرب منها، فهذا يعني أنه مجرد رد فعل عكسي لحركة الجسم. الاستثناء هي أنواع الثعابين التي تفترس وتتغذى على بني جنسها. وعلى الرغم من أن الأفاعي آكلة لحوم الأفاعي تعتبر ظاهرة نادرة جداً، إلا أن أفعى أفيوفاغوس أو المشهورة بأفعى ملك الكوبرا هي أشهر أنواع الثعابين المفترسة لبني جنسها. المناعة. معظم الفصائل لديها مناعة فطرية من سمها، وإذا لم يكن لديها مثل هذه الميزة فإن الغالبية العظمى من الثعابين كانت ستموت في سن مبكرة جداً بسبب لدغة دون قصد أثناء الصيد على سبيل المثال. ودم الأفاعي يحتوي على مواد تعيق عمل السم، لكن الكوبرا لديها جزيء سكري إضافي في مستقبلاتها الخاصة يمنع التفاعل مع السم، لكن سمها القاس لا يزال من الممكن أن يكون خطيراً بالنسبة لها. وليس كل أنواع هذه الزواحف لديها مثل هذه الحماية الطبيعية. على سبيل المثال الأفاعي الجرسية تفتقد هذه الميزة الثمينة جداً، وهذا أدى إلى حقيقة أن هذا النوع من الثعابين يحاول عدم استخدام الأسنان السامة في قتالها مع بعضها البعض. معارك الثعابين. أكبر أفعى سامة في العالم هي ملك الكوبرا، والتي يتراوح طولها بين 3.5 أمتار و4.5 أمتار، علماً بأن أطول عينة تم التقاطها في ماليزيا سنة 1937 بلغ طولها 5.71% متر في حديقة لندن للحيوانات. يوازي رأس الكوبرا الملك حجم قبضة يد الإنسان، ويمكن لمقدمة جسمه الانتصاب حتى يبلغ ارتفاعها معدل طول إنسان راشد. يكفي السم المستخرج من عضة كوبرا الملك لقتل فيل ضخم أو 20 إنساناً. على الرغم من كبر حجمها إلا أنها تزن 6 كيلوغرام فقط، وهي سريعة ورشيقة. تتغذى ملك الكوبرا بشكل حصري تقريباً على أنواع الثعابين الأخرى. التقنية المميزة لهذا المفترس هي مجرد عضة في الرأس. بلمس رؤوس بعضهم البعض الكوبرا الملك تبني علاقة هيمنة عند مقابلة أقاربهم، لكن مع الفريسة تعض الرأس، وبفضل هذه الهجمات يشل السم على الفور تقريباً جميع الضحايا، سواء كانت الضحية من الثدييات أو أفعى أخرى. يقول الخبراء أن معظم الأنواع ليس لديها أي حماية من السموم التي تنتجها أقاربها، ومع ذلك هناك في العالم أنواع مذهلة جداً من الثعابين السامة لا تتفاعل على الإطلاق مع العضات السامة، وأكثر من ذلك تطارد المهاجمين. على سبيل المثال ثعبان موسورانا من أمريكا الجنوبية الذي يلقب بآكل الأفاعي المجلجلة. هذه الأفاعي لا تمثل تهديداً للبشر، وحتى أن بعض الدول تحاول تربيتها لإبادة الثعابين الخطيرة الأخرى. موسورانا لا تهاجم البشر، وحتى لو أمسك بها الإنسان بيده فهي نادراً ما تقوم بأي عدوان. أفعى موسورانا والأفعى الجرسية غالباً ما يمرون ببعضهم البعض لأنهم يعيشون في نفس المناطق، لذلك المناوشات بين هذه الثعابين لا مفر منها. الأفعى المجلجلة عندما تقابل أفعى موسورانا لا تظهر أي عدائية، لكن بالنسبة للأخيرة الأفعى المجلجلة هي وجبة لذيذة، لذلك عندما تتقابل هذه الأفاعي تحدث معركة حقيقية من أجل البقاء، لأن أفعى موسورانا تهاجم الأفاعي المجلجلة من أي حجم حتى أكبرها حجماً. سم الأفعى المجلجلة بالنسبة لأفعى موسورانا آمن تماماً، لذلك عضات الأفعى المجلجلة لا تساعدها على الإطلاق. أفعى موسورانا بدورها تبدأ بعض ضحيتها بالقرب من الرأس،
بعد ذلك تسعى لخنق ضحيتها بالضغط. بعد النصر تبدأ بابتلاع الضحية من الرأس. مثل هذه المعارك يمكن أن تستمر لوقت طويل، وهذا يعتمد على حجم الأفعى. أفعى موسورانا تبدو مثل بطلة خارقة في الطبيعة، والتي تقضي على الثعابين الخطرة مما يساعد الإنسان.